بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، كليات الطب، الكليات الصحية، الدراسات العليا، الزملاء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنجاح والفلاح والصلاح والتوفيق إن شاء الله. اليوم إن شاء الله هنتكلم على الأناتومي of the pericardium، ده جزء يخص العمل بتاعنا. نبص كده، ادي اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي الهارت، وشايفين البيريكارديوم اهو، ماشي. ادي الرايت كوروناري ارتري، ادي الرايت اتريوم، ادي الانتيرو انتر فينتريكولار ارتري اللي هو برانش من الليفت كوروناري ارتري، وادي البيريكارديوم شايلينه اهوت. ادي البيريكارديوم، ماشي. البريكارديوم عندي حاجتين، بنقول ان هو فايبروسيروس ساك انكلوز هارت اند روت اوف جريت فيزلز، ماشي. بيتكون من حاجتين اتنين، فايبرس بريكارديوم وسيروس بريكارديوم، والسيروس عند حاجتين اتنين، فيسرال لاير وبرايتال لاير. الفايبرس بريكارديوم، ماشي، الفايبرس بريكارديوم النيرف سبلاي بتاعه فرينك نيرف، البلاد سبلاي بريكارديو فرينك فيزل وين ازيجاز فين. الفانكشن بتاعه راه كيب ذا هارت ان بوزيشن، كيب ذا ماوس اوف جريت فيزلز اوبن، بريفنت اوفر ديسنشن اوف كاردياك تشامبر. بعد كده السيروس بريكارديوم، هنشوف السيروس بريكارديوم بيتكون من تو لير، برايتال لير، ماشي، وهي البرايتال لير وفيسرال لير. الفيسرال لير كفر ذا هارت، والبرايتال لير لاين الفايبرس لاير. يلا بينا. التو لايرز من السيروس بريكارديوم، ماشي، كونتينوس اراوند ذا روت اوف ذا جريت فيزلز، وبينهم كافيتي بنسميه بريكارديال كافيتي. البريكارديال كافيتي كونتين سين اماونت اوف فلويد، ماشي. والسيروس بريكارديوم هنلاقي عندي حاجتين اتنين، ساينسز اوف ذا بريكارديوم، نمره واحد الترانسفيرس ساينس اللي هو اللي محطوطه فيها ديت ترانسفيرس ساينس، ماشي. ده ريسيس موجود في الكافيتي كونكت الرايت اند ليفت سايد اوف بريكارديال كافيتي، يبقى الترانسفيرس ساينس بتوين ايه؟ هيوصل الرايت والليفت سايد اوف بريكارديال كافيتي. الباوندرز بتاعته بتاع الساينس بريكارديوم عشان في العمل تركز، في العمل تركز وتعرف ايه الباوندرز بتاعته. الدام بتوين ascending aorta والبلمونر ترانك، ascending aorta والبلمونر ترانك anterior، طب posterior ايه؟ السوبيرو فينا كافا والتو اتريا. يبقى انا دلوقتي لما يجي عندي دلوقتي الترانسفيرس ساينس، اقوم حاطط صبعي من الناحيه اليمين، ده طلعها من الناحيه الشمال، ماشي، هيبقى قدامي ايه؟ ascending aorta والبلمونر ترانك، وهيبقى خلف الخلف ايه؟ سوبيرو فينا كافا والتو اتريا. عشان نعمل ديمونستريشن للسينس بيريكارديوم نشوفه، نحط ايدينا الفينجر فروم رايت سايد بتوين اسيندنج اورتا، ماشي، اسيندنج اورتا والسوبيرور فينا كافا تيل كام بتوين بالمونر ترانك اند ليفت اوركل. يلا يا شباب، ادي السينس اهو، ترانسفيرس ايه سينس اهو، وادي الصبعه اهو. نخش بعد كده على الاوبليك ساينس. الاوبليك ساينس عباره عن ريسيس وبريكارديال كافيتي بهايند البيز اوف ذا هارت مينلي ليفت اتريوم، يبقى ده موجود مينلي بهايند بيز اوف ذا هارت اللي هي اساسا الليفت اتريوم. بعد كده الباوندرز بتاعته بنحدد ازاي؟ بتوين البريكارديوم اند بيز اوف ذا هارت انتيرور، ماشي، البريكارديوم اوف ذا بيز اوف ذا هارت انتيرور، ونبقى عارفين ان البريكارديوم اوف ذا بيز اوف ذا هارت انتيرور بيمثل الليفت ايه؟ اتريوم، ماشي. والبريكارديوم كفرنج، البريكارديوم كفرنج الاستراكشر اوف بوستيريور ميدياستنم، بوستيريور ميدياستنم ايه اللي موجود فيها؟ ديسينج اورتا اسوفجس، على جنبين ذا سايد باوندد باي ريفليكشن اوف بريكارديوم اون بالمونري فين. عشان نعمل ديمونستريشن نمسك الابكس اوف ذا هارت ابورد ونرفعها بوان هاند ابورد، بعد كده تدخل صبع او اثنين بهايند البيز اوف ذا هارت، هتبص تلاقي قدام الصبع
موجود الليفت اتريوم وموجود ورا ايه اللي موجود ورا السنج اورطة والاسوفجاس. ونشوف الكلام ده في العمل كويس ونركز فيه ماشي. ده ادي الايه البيز اوف ذا هارت اهيت من الليفت اتريوم اهوت ادي من الليفت اتريوم وادي البصير اهوت السنج اورطة اهوت ماشي. نوصل كده على النيرف سبلاي موجود النيرف سبلاي بتاع السيروس بريكارديوم. هنقول في بريتر لير زي الفايبرز بريكارديوم زي الفايبرز بريكارديوم ادي البريتر لير اللي هي الفرينكو بريكارديوم فرينك فيزل والازجاس فين الفيسرال لير ماشي فروم كاردياك بلكسس فروم كاردياك زي الهارت لان هي لازقه في الهارت بيبقى من الكاردياك بلكسس. خليه لماع يلا بينا. الفانكشن بتاعته ايه؟ اللاو سموز فراكشنس موست سيرفيس. شكرا جزيلا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.